تنطلق اليوم أعمال أول قمة أمريكية إفريقية تعقد على الإطلاق منذ حصول العديد من الدول الإفريقية على استقلالها قبل 50 عاما. تعد القمة التي تستغرق 3 أيام فرصة غير مسبوقة لتدعيم العلاقات بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية التي تعتبر أحد أهم المناطق في العالم من حيث مواردها الطبيعية الهائلة والقدرة على النمو الاقتصادي السريع. يرأس رئيس الوزراء إبراهيم محلب الوفد المصري المشارك في فعاليات القمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يلقي محلب كلمة بالمؤتمر يركز فيها على الدور المصري في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية. كما يعقد الوفد المصري على هامش القمة عدة لقاءات مع نظرائهم الأفارقة والدوليين لشرح آخر تطورات الشأن المصري والإعداد لمؤتمر شركاء التنمية.